تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي جديدة على مواقع تابعة لداعش في ريف دير الزور الشرقي في سوريا. وقالت مصادر محلية سورية إن قوات التحالف أسرت نحو 15 فردا من داعش، بينهم قياديون كانوا متواجدين في الموقع المستهدف. تواصل القوات الأمنية العراقية معركتها ضد داعش في مدينة الموصل مع تركز المعارك في المنطقة القديمة بالشطر الغربي من المدينة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الأمنية العراقية تحاصر المسلحين في المدينة القديمة وأن اشتباكات عنيفة تجري في محيط جامع النور الكبير. أقدمت ميليشيات الحوثيين الانقلابية على تعذيب 70 معتقلا في سجونها في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يوم من تنفيذهم إضرابا عن الطعام بسبب سوء المعاملة. وقالت مصادر حقوقية إن الحوثيين عذبوا المعتقلين في سجون بإحدى عمارات حي حدة السكني في صنعاء عن طريق الضرب والغاز الخانق لإجبارهم على وقف الإضراب عن الطعام. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش مكونة من 3 أشخاص في مدينة تطوان شمالي المغرب. وأكدت السلطات أن المشتبه فيهم كانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية في البلاد واغتيال مسؤولين أمنيين. اعتقلت السلطات البلجيكية 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم بأنشطة جماعة إرهابية في عملية ليست لها علاقة بالهجوم الذي وقع بشارع الشانزليزيه في العاصمة باريس بحسب ما أفادت به النيابة الفيدرالية البلجيكية. وتم العثور خلال عملية الدهم على أسلحة خفيفة وقميص واق من الرصاص وذخيرة. يلتقي مسؤول أمريكي رفيع المستوى مكلف بملف كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في طوكيو نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لبحث التهديد النووي لكوريا الشمالية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين الثلاثة سيتطرقون إلى الوضع المتقلب في كوريا الشمالية في إطار المشاورات المنتظمة بين هذه الأطراف الثلاثة حول كوريا الشمالية والتي تنظم لتبادل وجهات النظر وتنسيق ردود الفعل. أعلنت النيابة العامة في فنزويلا قتل 11 شخصا بالرصاص خلال الاحتجاجات المتواصلة ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وتجري الاحتجاجات بدعوة من المعارضة منذ أسابيع للمطالبة بحرية الانتخابات المحلية وجراء تدهور الأوضاع الاقتصادية. نهاية الموجز، في أمان الله.